شوفي اختي، هاد موبايل توينكل صح؟ هيك معناتها المشكلة جدية كتير اختي، يعني توينكل ما أنا موجودة ونسيانة تليفونها بالبيت، مو كأنه هالشي بيصير الشكوك؟ أنا قلت لك من الأول إنه بالي كتير مشغول على توينكل. أها يا أهلين، أهلين وسهلا. توينكل منيحة؟ صاير لها شي؟ والله ما بعرف، لك أنا مالي عرفانة وين راحت، وفوق هيك لقيت تليفون على الأرض. شوفي أختي، في اتصالين على تليفونه ومرادة، ايه في اتصال منك أنتي والتاني ما بعرف من مين. في ياء باسم هالشخص، مين رح يكون معناها؟ ها؟ هو أنا. اسمعيني، ارجع اتصلي فيه لشوف، وشوفي وقتها مين برد. ماشي. شو هاد؟ شوف ما عم بقدر افتحه، له كلمة سر، والكلمة بس توينكل بتعرفها. ها؟ في رقم عم يدق. ألو؟ اسمعيني توينكل، أنا تهديدي بالانتحار جدي. يوفي ناج لوترا؟ ما؟ قلي توينكل وين؟ شو هاد؟ شو تهديد بالانتحار وجدي؟ ها؟ ليك؟ إذا رح يصير لأي شي لبنتي توينكل ما رح أرحمك، عم تفهم؟ رح أقتلك بإيدي بوقتها. ألو؟ الكل ملخبط وجانن ومو فهمان شي من الموضوع، وأنا ما فيني قلن شي لأني وقتها رح أتبهدل. يعني إذا عرفوا إنه توينكل ما كان بدها تروح وأنا اللي شجعتها، رح تصير مصيبة ما أخلص منها أبدا. أنا غلطت، شو بدي بهالشي؟ أحسن شي هلأ روح من هون بأي طريقة. إيه أنا لازم روحه بسرعة.